أخبار اليوم. بنرحب معانا فنانتنا الجميله نيال عنبر. اهلا بيك. محمود منورنا برضو النهارده، بطل الاولمبياد في السباحه اللي مشارك برضو في فيلم النهارده. مش بس سباحه، تنس طاوله، تنس طاوله كمان، بطل العالم تنس ارضي. كلمينا النهارده بقى عن فيلم صاروخ ورق، ودورك في الفيلم ايه، ومحمود مشارك معاك ايه؟ محمود هو اللي خلاني خدت الفيلم، عايز اقول لك صح ولا غلط، مش عارف الحكايه دي صح. محمود هو اللي خلاني خدت الفيلم، لان انا اولا هو مجموعه شباب وانا احب اقف جنب الشباب، فجم يكلموني وقالوا لي بقى الحته بتاعت محمود، محمود معايا في الفيلم. فلما قالوا لي محمود معايا في الفيلم قلت لا، ده لازم اخده، انت تجربه حلوه جدا نعملها مع بعض انا وهو. وبعدين محمود ما شاء الله عليه ذكاء الدنيا فيه، وعامل دوره حلو قوي، وادى يعني ادى دوره بمنتهى الجمال اللي في الدنيا. انا كنت مش فاكره عشان اول مره يمثل. طب مره تمثل يا محمود؟ فاول مره يمثل، فان الاداء ده انه مثل اول مره، لا ما شاء الله فاهم كويس جدا وعارف كويس جدا، وبتقولوا له بيعمله، لا وشغله حلو قوي يعني، انا هتشوفه في السينما، لا يعني ممتاز ما شاء الله. انا ليه قابلت الفيلم؟ عشان اوري ان هم تعاملوا وتفاعلوا مع المجتمع عادي جدا، وحتى في السينما تفاعلوا وهو بيمثلوا كل حاجه. لا بالعكس، احنا المفروض يعني قد الطاقه اللي يقدروا يدوها ناخدها، بالك اي طاقه في اي حته، في اي شغل، في اي حاجه هو يحب يعملها، اي طاقه يقدر يعملها بيعملها. وعلى فكره انا حضرت مسرحيه كامله كانوا عاملينها مع الدكتور سامي، واتفرجت عليها، عملوا المسرحيه في منتهى الجمال في الدنيا. سيف ده بيعمل دور سيف. الدور ده بقى ايه، بطل سباحه برضو ولا ايه؟ لا ابني بس. لا ايه ماما بتقول لها ماما؟ بيقول يا ماما بس. لا هو هنا ولد في البيت وقاعد بالتعامل انا وهو مع بعض، لكن هو بطوله السباحه دي بقى مدكنه هو في البطولات. الاستاذ خالد يوسف المؤلف، وعندنا استاذ احمد علام المخرج، ومجموعه شباب، وعندنا كمان في ميار الغيتي ومي الغيتي، ودول مثلوا قبل كده، ممثلات معروفين محترفين يعني. ففي استاذ لطفي لبيب معانا، مجموعه يعني، في مجموعه ممثلين. مصطفى عبد السلام عامل دوره حلو قوي كمان، طلع ابني الثاني. مفيش مسلسل بتاع استاذ مصطفى شعبان مع مولانا العاشق، استاذ عثمان ابو لبن اخراجه وتاليف الاستاذ احمد عبد الفتاح، وده معلمه في قهوه بلدي، بنت بلد جدعة يعني، معلمه خمريه. لا بص انا بقول الحلقه الاولى والثانيه هم اللي يشدوا الناس، يا اما يقعدوهم ما يتفرجوش، مهم قوي الحلقتين الثلاثه الاولانيين يعني، الاولى والثانيه والثالثه كمان تشد الناس عشان يتفرجوا على الباقي، خد بالك. فاعتقد ان مولانا العاشق من المسلسلات اللي هتتشد من اول حلقه يعني. غير كده الف ليله وليله عامله فيها دور برده مع الاستاذ رؤوف عبد العزيز المخرج، وعامله فيها دور ام شهرزاد، وعامله دور يعني خد مني مجهود كبير صراحه، عملناها في سيوه، صورنا في سيوه. بس عايز اقول لك هي طبعا في طقوس دينيه مش لازم اقولها يعني، كلنا عارفينها، طقوس الدينيه بعملها طبعا لازم كلها. وبالنهار بيبقى وقت قرايه القران بالنسبه لي، لان بالليل الدنيا بتتلخم وغالبا بشتغل، فبيبقى بالنهار هو الوقت اللي انا اقدر اقرا فيه كل حاجه، فبقرا قرايه القران بتاعتي عشان اختم فيها المصحف، ده بيبقى بالنهار. وبعدين اقوم على المطبخ بقى على ثلاثه كده، اخش بعيش حياتي في المطبخ. الاكلات ولا اتفرج على ايه؟ الاكلات انا بص عندي الشوربه دي اساسي، لازم صيف شتاء يعني، رمضان جه كده او كده الشوربه دي حاجه اساسيه بالنسبه لي. وبعدين بقى انا ما بعملش كل حاجه مره واحده، اول يوم بس اللي بعمل فيه رقاق ومحاشي وحاجات وحمام ومش حاجات الاول يوم ده، بعد كده لا ببقى لو عاده حسام بيتغدى معايا بيفطر معايا كل يوم في رمضان هو وولاده وكده، فبعمل ايه كل يوم اعمل لهم حاجه عشان يبقى في تغيير، مره رقاق مره محشي مره ملوخيه مره يعني غير. الزيارات بقى العائليه ولا برضه الشغل بيبقى في عزايم في رمضان؟ مع ان انا ما بفضلش العزايم في رمضان، انا بحب ابقى في البيت، حتى لو هطبخ بحب ابقى في البيت، بس طبعا ان انا بتعب بعد الفطار مش قبل. انا طول ما انا صايمه ما عنديش مشكله، اول ما افطر اكبس كده تنح ابقى متنحه. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، محمود اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، انا اقول لهم طيبين ايوه، ويجعلوا رمضان سعيد، رمضان سعيد عليكم عليكم وعلى الدول العربيه، على الدول العربيه عربيه، على الدول العربيه اللغه العربيه ايوه، وكلها تمام. كلها رمضان كريم. رمضان كريم عليكم، وان شاء الله يجعله سعيد عليكم وعلى الامه العربيه كلها بخير وسعاده وهنا ان شاء الله، ويبقى صيام حلو وخفيف مش هيبقى حر قوي ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.